هرجع مع حضرتك لفكرة توحيد قاعدة البيانات، ويمكن مش هقول ان كان العمل الاهلي، مش هقول انه كان عشوائي، ولكن هقول انه كان غير منظم، بمعنى انه كان في جمعيات منفصلة بتعمل في نفس الاماكن، هذه الاماكن اصلا فيها اطراف نائية او اماكن نائية فيها جمعيات صغيرة بتعمل بشكل اصغر بموارد اقل، وكان في شوية بعض من عدم التنظيم، مش هقول عشوائي، لكن الجمعيات الصغيرة دي ما زالت موجودة، الجمعيات الموجودة في أطراف نائية ما زالت موجودة، بالمناسبة عندها بيانات مهمة جدا وهي أدرى بظروف قاطنين هذه الأماكن. هل تم تنظيم التعاون، أو خلينا نقول دمج هذه الجمعيات الصغيرة ضمن الجمعيات الكبيرة أو الكيانات الأكبر؟ أول شيء حقيقة إحنا عندنا 44 ألف جمعية والزيادة كمان، 38 ألف منهم ابتدوا فعلا يخشوا معانا بشكل يعني ايه زي ما حضرتك قلت قاعده سليمه، بس يخشوا جوه المنظومه. عشان يحصل الكلام ده ما كانش سهل طبعا، لان زي ما حضرتك احنا ممكن نكون مش عارفين بعض، يعني شغالين بس مش عارفين بعض، شايفين بعض ومش شايفين بعض. طالما دي حصلت، لان فعلا يعني تم تجميع الجهود اللي انت حابب تقولي صغيره فاصبحت كبيره طبعا لما اتجمعنا، وبعدين بنخش مع بعض. يعني حياه كريمه دخلة بتعمل منظومة في البنية التحتية، دي هتسهل لي ان انا اعمل خدمة تانية. يعني مثلا الصرف الصحي دي مشكلة مش بسيطة طبعا، التسريب من التعليم وهكذا، كويس. البطالة زي ما حضرتك قلتي بعالجها بنفس الشكل بتاع التمكين الاقتصادي، ان انا بحوله من الاحتياج للانتاج. لا، البطالة ما هو نفس الفكرة طبعا، كويس. هو محتاج برضه مصدر رزق صح، فلو قدرنا ان احنا كلنا بنخش مع بعض في مستهدف معين، زي حضرتك قلت التعليم مثلا او التدريب، برضو العلاج، المساعدات الغذائيه، كل دول لما بيتحطوا مع بعض لنفس المواطن هيبقى المردود اكبر. يعني طبعا.